يفون مدام ريهام، ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ اهلا وسهلا بيك. الحمد لله، الحمد لله. اتفضلي. انا اسمي ريهام وعندي 18 سنة، تمام. اهلا بيك يا انا ريهام. وانا بشتغل في حاجة، في موضوع، بس انا بشتغل يعني ايه، يعني في كاشير عندنا هو عشرة ما بيني وبينه، تمام. لا انا مش سامعه. في كاشير، اه في واحد بيشتغل عندنا كاشير، تمام، كاشير. بيشتغل عندي، فايه هو يعني على طول بياخد من الدرج وبياخد فلوس وكده. فاحنا بقى ايه، شفناه كذا مره، لكن هو ايه بينكر، وقبل كده كذا مدير شال بسببه عشان هو مسنود. لكن انا مش عارفين، احنا مش عارفين نعمل ايه عامه او ناخد دليله كده. فاحنا اتفقنا كلنا خلاص، خدنا اثبات قطعي اللي احنا ايه هنقول فلان عمل كده. لكن احنا يعني احنا عشان ايه قشره والكلام ده، فانا مش عارفه اعمل كده صح ولا لا. انتوا ما نصحتوهوش طيب وقلت له ان انتوا بالفعل شفتوه؟ نصحنا كتير، بس هو بينكر ان هو بيعمل كده، لكن مش وانتوا ده. متأكدين وشفتوه بعينيكم؟ متأكدين 100%. طب ما تمشوه. ما المشكلة هو يعني ايه مسنود جدا، اللي هو صاحب المحلات، يعني مدير المحلات عامة هو يعني قريبه بيسنده. هو ده يعني انا مكان انت شغالة فيه صح؟ انا مكان شغاله فيه يعني. مش صاحبة لا المكان. لا 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 لا، طب وصاحب المكان عارف؟ صاحب لا مش المحلات عارف، عارف؟ مش عارف. طب فاحنا هما بقى دلوقتي خايفين برضو نقول. لو راحوا قالوا هيقولوا لهم فين الإثبات على كلامكم؟ طب حضرتك نصحتيه؟ نصحناه كذا مره، لكن بقى ايه قبل كده في المدير فمشي بسببه، علشان هو قال، مشي بسببه عشان ايه؟ هو قال الحقيقة، قال عشان ده هو فلان. قال ان هو الولد ده اللي بيسرق، فهم خايفين دلوقتي يقولوا فيمشوا هم كمان. ما يقولوش، تمام. في ما نفس الوقت يقولوش، ما احنا لو يقولوش، قلنا هنقول، ينصحوه فقط، ننصحه فقط. النصيحة فقط. الى ان يفضحه الله الانسان. شوفي ربنا بيستر ويستر ويستر. فرصة مرة واتنين. استمر الانسان في الخيانة والله ربنا هيفضح، فسيبيه لما يعني هو ينكشف امره بنفسه، فربنا مش هيستره على طول على فكرة، وهم الا ان يعني ما يتوب الى الله. بيعرفوش انه في تقصير في يعني في اي فلوس مش موجوده، في اي ما مش حاسين، ما مش معانا. هو امر بيتكرر كثيرا. انا بشتغل في مكان وشفت واحد بياخد حاجه، اقول ولا ما اقولش؟ انا انصح الاول هذا الانسان، يا فلان ما تدخلش على نفسك مال حرام، ما تدخلش على اولادك مال حرام، ما تطعمش نفسك، هتحاسب على هذا. والله ارتدع خلاص، ما ارتدعش، انا عملت اللي عليا. صاحب النصيحة المكان بس. بقى ايه؟ ينتبه الى ماله. ما هو دي برضو خلاص كارثة، ما يعني ان الناس اللي سايبين مالهم كده ماشي، ومش لان هي ممكن داريانين بيه. بتقول يعني ممكن تنصح يقولها انت امشي ما يصدقوهاش. وده حصل على فكرة، يعني لأحد الناس اعرفه، احد الشباب قال لصاحب المحل فلان وفلان بياخدوا من وراك. ابدا، هم تكاتلوا ومشوه. وراحوا مخلينه يمشي، هو اللي يمشي وهو بس اصلا ربنا، ما ربنا نعم موجود. صحيح. فربنا ان شاء الله يستر الناس.